أحبتي طلاب الصف العاشر، دمتم ودامت أوقاتكم بكل خير وعافية. سنبدأ في هذا المقطع بوحدة جديدة بعنوان أيامنا. في هذه الوحدة سنتناول العديد من نصوص كتاب اللغة العربية، بالإضافة إلى الفنون الكتابية والقواعد النحوية والإملائية، وسنركز في الكتابة والمشروع على فن السيرة، السيرة الذاتية والسيرة الغيرية والمذكرات. سأخبرك عزيزي الطالب خلال هذا المقطع القصير عما سنتناوله خلال الأسبوع في وحدتنا الجديدة بعنوان أيامنا، الوحدة التي نركز فيها كما قلت لكم سابقاً على فن السيرة الذاتية والغيرية والعديد من نصوص كتاب اللغة العربية، بالإضافة إلى العديد من القواعد والأمور اللغوية. سنبدأ بالوحدة الثانية بعنوان أيامنا، والتي تتناول بداية نص من كتاب اللغة العربية بعنوان من ذكريات الطفولة بما يحويه من قراءة وفهم واستيعاب ومعجم وتذوق أدبي أو تذوق لغوي وقضايا لغوية، ثم سننتقل إلى فن الكتابة في هذا الدرس وهو فن السيرة، وسوف نقوم بدعم ذلك بفن المذكرات وغيرها من الفنون. ثم سوف نأخذ نصاً بعنوان الربيع. في هذا النص بعنوان الربيع سوف نتناول الدرس قراءة، وبعد تناول الدرس قراءة عامة سوف نبدأ بأسئلة الاستيعاب والتحليل. سوف نقوم بتطبيق مهارة الاستماع للنص يدعى الربيع أيضاً. بعد ذلك سوف نتعرف إلى الأسئلة المفاهيمية المتعلقة بالفهم والتحليل والتذوق الأدبي والقضايا اللغوية والمذكرات كفن من فنون الكتابة. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نبدأ بمراجعة النصوص والدروس الواردة معنا في الامتحان النهائي، ومنها نص في فن السيرة الذاتية أيام عشتها. ذلك النص الذي قرئ سابقا وتم اختبار الطلاب فيه، وهذا النص كان يعرض جزءا من سيرة حياته. من هو علي الطنطاوي؟ الفقيه، الأديب والقاص السوري. طبعا بدأ في ذكرياته هذه، بدأها من الطفولة المبكرة من أيام دراسته الابتدائية، وذكر نمط الحياة في الشام إبان الحرب العالمية الأولى، فيصف تلك الأيام بالحلم، ويتحدث عن حياة الناس في ذلك الوقت فيصفها بأنها أياما صعبة لكنها جميلة، كما يتحدث عن ما فعله الناس حين شاهدوا السيارة أول مرة وكيف تعجبوا من الطائرة، وأشار كذلك إلى أحوال الشام الاقتصادية إبان الحرب. تحدثنا في هذا النص عن حرب تدعى حرب البسوس، تلك الحرب التي نشبت في العصر الجاهلي بين قبيلتي بكر وتغلب بسبب نوخة امرأة. تحدثنا في هذه الحصص وسنراجع بعض معاني المفردات التي سبق وناقشناها من المعجم والدلالة، وكذلك بعض الأمور الخاصة بالفهم والتحليل لموقف الناس في ذلك الوقت من عدة أمور، ثم سننتقل للتذوق الأدبي الذي يعتمد في كونه على الصور الفنية وعلى دلالات العبارات والسجع، ذلك السجع الذي يعتبر فنا من الفنون البلاغية،
وهو أن تنتهي العبارة بالحرف نفسه الذي انتهت به العبارة التي قبلها، فيمنح الكلام جرساً موسيقياً وإيقاعاً يجذب السامع، ويزيد التعبير قوة وتأثيراً ووضوحاً. وهكذا إلى أن ننهي مراجعة الدرس الأول، ثم مباشرة سوف نراجع قصيدة لمن المضارب بشكل كامل، ونتذكر أنها كتبت بمناسبة انطلاق الثورة العربية الكبرى وتحقيق استقلال الشعوب ونهضتها للشاعر فؤاد الخطيب. فيها نتعرف إلى بعض معاني المفردات، ثم ننتقل إلى قصيدة بعنوان قالت الأرض. ثم سننتقل كما قلنا لقصيدة بعنوان قالت الأرض لأدونيس، وهو علي أحمد سعيد أسبر شاعر سوري. هذه القصيدة في فحوها عبرت عن أهمية الأرض التي تعد مصدر الخير والعطاء والجمال، كما يشير إلى ضرورة سعي الشعوب إلى النهوض والحضارة، لذا نراه يبث الأمل في نفوس البشر ويحثهم على التقدم ويدعوهم إلى العمل والإنتاج ومواجهة الصعاب. ثم سننتقل إلى المعجم والدلالة لنتعرف إلى بعض معاني المفردات ونتابع مراجعة هذا الدرس الشيق. بعد ذلك سوف ننتقل لمراجعة درس بعنوان ورد الربيع، ذلك النص الذي تحدث عن فصل الربيع وجمال هذا الفصل وروقان هذا الفصل.